مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي توظيف. توظيف البرنامج اللي يطل عليكم كل سبت معي أنا ليلى البركاتي. ضيفتنا لليوم هي مو ضيفة، هي صارت صاحبة بيت، كانت استضفناها في حلقة سابقة، الأستاذة نهى اليوسف. أهلا بك أستاذة نهى. أهلا وسهلا فيكم. مستمعين الكرام اللي ما سمع الحلقة الماضية، هي فعلا موجودة على يوتيوب ألف ألف أف أم وممكن تسمعوها، لكن أنا حابة مرة ثانية أقدم لكم الأستاذة نهى اليوسف. هي وجه من وجوه السيدات المجتمع السعودي التي تستحق كل تقدير واحترام. كافحت، آمنت، وصلت، وإن شاء الله لسه حتوصل وحتوصل أعلى بإذن الله، لأنها فعلا تستحق. أستاذة نهى اليوسف هي رئيس مجلس إدارة مجموعة إثراء للمشاريع والاستشارات. أهلا بك أستاذة نهى. أهلا وسهلا فيكم. حقيقة أنا سعيدة بوجودي معاكم، وسعيدة دكتورة ليلى على حرصك على يعني النماذج الشابة اللي موجودة، وسعيدة جدا بوجودي معاكم المرة الثانية، وهذا دليل برضو على متابعتك للضيوف اللي بيكونوا موجودين معاك، وهذا شيء احنا نتشرف به. الله يخليك أستاذة نهى. احنا في حلقة الماضية كنا أعلنا عن إطلاقة برنامجكم CYM، اللي كنت سألتك قبل شوية عن إيش الاختصار، قلتي لي choose your major، يعني اختار تخصصك. صحيح. كان الفكرة المشروع كما سبق وطرحتي لنا أنه يدخل الشاب أو الفتاة على الموقع، يعمل اختبار معين، الاختبار هذا يعطيله اختيارات تناسب شخصيته وقدراته، إيش اللي يناسبه في التخصص. ياريت نرجع شوية نعطي للمستمعين فكرة من هي نهى اليوسف وما هو CYM. طيب، في البداية نهى اليوسف هي شابة سعودية كانت تمتلك مجموعة من الأحلام لبنات هذا الوطن. بدأت مشروع اسمه إثراء للمشاريع التنموية والاستشارات، هذا قبل 4 سنوات تقريبا. كانت الفكرة أو الحلم هو إنشاء منظومة متكاملة تعنى بموضوع الشباب والفتيات داخل المجتمع. فبدأت بمجموعة من الاستشارات في الجوانب القيادية والإدارية، بعد كده كبرت المنظومة لتشمل ايجنسي أو وكالة متخصصة لتنظيم الإيفنتات والفعاليات الخاصة بالشباب. منها نظمنا أكثر من فعالية، كانت منها معرض شباب الأعمال 2012، كرمنا فيها الأمير خالد الفيصل كأفضل قطاع لتنظيم الأعمال الشبابية لعام 2012 برضو. بعد كده بدأنا في دراسة موضوع مستقبل الشباب والفتيات وكيف ممكن وضع آلية تكون مناسبة بالنسبة لهم. من خلال دراسة عملناها شملت تقريبا 10,000 طالب وطالبة على مستوى المراحل الجامعية، مستوى خريجي الثانوية العامة، لقينا أنه هناك في مشكلة متداولة ما بين أكثرهم. طلعت نتائج الدراسة بأنه عندنا تقريبا ما يقارب 250 ألف طالب وطالبة سنويا بيتخرجوا من الثانوية العامة. 11% منهم فقط هم اللي بيخضعوا لبرامج مقننة وعلمية لتحديد التخصص أو المسار، سواء المهني والوظيفي أو التخصص الجامعي. من هنا بدأت عندنا دراسة إيش المشاكل الأساسية اللي بيعانوا منها. لقينا إنهم هم خلال الثلاثة الأشهر الأولى حتى الخريجين من الجامعة تقريبا نسبة 81% منهم اللي بيثبتوا خلال الشهر الأول، بعد كده تجي مواضيع الفصل أو الانتقال. كل هذه عززت إلى موضوع مهم جدا اللي هو تحديد التخصص. في كثير سألوني يعني ليش أصلا صارت هذه الدراسة. أنا من الناس اللي عانيت من هذا الموضوع، يعني أنا درست 3 تخصصات فكل مرة كنت بقول إنه هذا التخصص المناسب لي، بعد فترة بقول لا مو هذا التخصص. إيش التخصصات اللي عديتي فيها؟ كنت أقول لهم أنا أبغى تخصص حتى لو إني جلست في البيت هستفيد منه. فدرست أول حاجة إنجليزي، بعدين لقيت إني أنا ممكن أدرس الإنجليزي هذا في معاهد خارجية. صحيح. وخرجت من القسم الإنجليزي ودخلت بعد كده قسم حاسب آلي أو علوم كمبيوتر أو ساينس، وبرضو قلت نفس الشيء بعد ما فترة درست، قلت لا ممكن إني أنا أعزز نفسي فيه خارجيا. هنا تقريبا بعدها خضعت لأكثر من 19 اختبار في مختلف دول العالم في تحديد التخصص أو المجال الأكاديمي. هنا لقيت إنه لا، في أدوات ممكن الواحد يختار منها تخصص أو يمكن يوجه نفسه من خلالها. فبعدها دخلت اللي هو بزنس أدمنستريشن، إدارة أعمال، والحمد لله مشيت فيه وتميزت فيه. كما قلت التجارة شطارة وأخذها مع نفسي. لا لا، حقيقة من هنا يعني لما لمست هذا الاحتياج داخل المجتمع، وأنا من الناس اللي مريت بهذه التجربة، وفي أكثر من فرد في العائلة نفس الشيء دخل في هذه التجربة، لقيت لا، إنه هو موضوع يستحق الدراسة، وموضوع يستحق إنه إحنا نبذل عشان شباب وفتيات الوطن الوقت والجهد والمال. صرنا 3 سنوات نشتغل على موضوع تحديد التخصصات، وهي واحدة من المشاريع اللي تشتغل فيها إثراء.
بحيث أنها أصدرت أو صدرت أضخم موقع في الوطن العربي لتحديد التخصص الجامعي والوظيفي بحيث أنها تكون توفر لهم أدوات أو تولز رئيسية في ذا المجال. خلال الفترة الماضية اللي أنت تنقلتي فيها في هذه التخصصات حتى استقريتي على البزنس أدمينستريشن، خضعتي لهذا الاختبار؟ طبعا أنا خضعت على لمجموعة من الاختبارات. لما جيت شفت النتائج اللي كانت تطلع منها هي اختبارات أجنبية. فالنتائج هي عبارة عن نتائج حتى لو ترجمناها بتصير مترجمة، ففيها تخصصات ما بتتناسب مع البيئة اللي عندنا هنا السعودية من ناحية كلتشر، أو ما هي موجودة أصلاً كوظائف داخل السعودية. فمن هنا بدأنا نشتغل مع أكبر ثلاث جهات على مستوى العالم عشان تغيري أو تطوري بحيث أنه يصير مناسب لل... أيوه، عملنا عملية مواءمة لهذه الاختبارات. إحنا اشتغلنا مع ثلاث جهات عالمية، أكبر ثلاث جهات اللي هي غارنرز ومايرز وهولند. هذه تعتبر أكبر ثلاث مدارس في العالم في تحديد الميول والتخصص الأكاديمي والمهني. اشتغلنا مع براء من جامعة جورج تاون وجامعة ماك ماستر بحيث أنه إحنا كيف ممكن نوطن هذه الاختبارات بحيث تكون متنائمة. تعاوننا مع أكثر من قطاع داخل السعودية برضو، أكثر من جهة أكاديمية ومجموعة من الخبراء، وطلعنا في النهاية بأربع اختبارات تقريبا تعتبر متناسبة مع البيئة السعودية والخليجية بمعنى أصح أو بشكل أكبر، متوائمة مع تخصصات الجامعات الموجودة هنا، متوائمة مع حملة الابتعاث، متوائمة مع من يرغب في إكمال الماجستير والدكتوراه، أو حتى أنه ما يبغى يدخل الجامعة لكن يبغى يتخصص في مجالات مهنية بعد الثانوية العامة مباشرة. هذه كلها بنوفر لهم فيها الجايدز. هذا طبعا يعتبر جزء من أجزاء اليوم مشروع موقع cymguide.com. أنا شفت من ضمن المشروع وجود شخصيات أو مستشارين أسماء لامعة وفعلا لها دور في بناء المجتمع، على أي أساس انتقيتوهم ومين من أبرز الأسماء الموجودة معكم؟ طبعا هو احنا عندنا بعد ما بيعمل المنتسب للموقع الاختبار اربع اختبارات رئيسية، بتطلع عنده ريزلت تحليلية نتائج تفصيلية. تيجي هنا مرحلة مهمة جدا، انا ما يكفيني بس نتيجة الاختبار، انا احتاج احد يقول لي ايش هو واقع التخصصات اللي انا طلعت لي، بحيث انه احنا نقدر نحلل نتائج الاختبارات من خلال داخل الموقع في نتائج تحليل الاختبار. كل شخص بتحلل النتائج، تيجي الستيب اللي قلت عنها اللي هي أبغى خبير يقول لي مثلا التخصص هذا إيش مستقبله خلال الخمس سنوات القادمة، كيف ممكن أتميز فيه، كيف ممكن أجد فرص عمل فيه، أو كيف ممكن أكون من رواد الأعمال في هذا التخصص بحيث أني أفتح بعد سنوات مشروع خاص فيه. هنا كانت عملية اختيار الخبراء من أصعب الأشياء اللي احنا مرينا فيها، بحيث أنه احنا نضم خبراء ما هم بس مشاهير، لا، احنا هدفنا ناس متمكنين في تخصصهم، درسوا تميزوا فيه، أحدثوا فيه نقلة نوعية في المجتمع، بعد كده سعوا أنهم هم يدرسوا بشكل أكبر ويطبقوا على أرض الواقع. من أبرز الخبراء اللي معانا في الموقع في مجال الطب الدكتور وليد فتاحي، من الشخصيات البارزة اللي من الخبراء المشاركين داخل الموقع اللي بيقدم خبرته وتجربته داخل هذا الموقع. عندنا الدكتورة حياة سندي في مجال النانو تكنولوجي، وهو يعتبر من المجالات الآن اللي متوجه لها المستقبل في مجال أكيد. العلوم والساينس. عندنا المحامي خالد أبو راشد في موضوع القانون وتخصص القانون والمحاماة. عندنا مثلا الأستاذ حسام القرشي من الشخصيات في مجال اللي هو التسويق بشكل رئيسي. وعندنا نخبة كبيرة جدا حاولنا احنا نغطي فيها بشكل رئيسي، مثلا على سبيل المثال في مجالات زي مجال الصيدلة، في عندنا الدكتور محمد اسماعيل هو يعتبر من أبرز الشخصيات في مجال الصيدلة، وهكذا حاولنا احنا نختار في كل تخصص من التخصصات الشخصيات المتميزة البارزة اللي تقدر تنقل تجربتها للمشتركين. يمكن الأستاذ حسام القرشي من الناس اللي عانى من هذه القصة، هو كان أعتقد خريج هندسة دخل بتروكيميكلز وبترول ومعادن أو حاجة زي كده، وبعدين انتقل والآن بيشتغل في تخصص بعيد تماما عن دراسة، وحاول أنه يدرس بعد كده بعد التخصص اللي درسه في الجامعة، درس بعد كده تخصص الماركتينج ودخل وجد نفسه فيه وجد نفسه فيها فعلا. طيب أنا كشاب أو كفتاة بتدخل على الموقع، إيش اللي أستفيده من هذول الشخصيات؟ إيش كيف إيش طريقة التعامل بيني وبينهم؟ طبعا إحنا حرصنا على ثلاث أمور رئيسية. الشخصيات هذه سجلنا معاها فيديوز بتجاوب على خمس أسئلة رئيسية مباشرة، اللي هي زي ما أشرنا لها ما هو التخصص، ما هو كيف ممكن أتميز فيه بشكل ده. وضعنا أكاونتات مباشرة للتواصل معاهم بحيث إنه أي أحد عنده أي استفسار أو سؤال في ساعات معينة محددة بيجاوبوا فيها الخبراء على أسئلة المشتركين كلهم. ما اكتفينا بكذا،
هذول الخبراء اللي لهم باع بسنوات طويلة في المجال. في بعد الخبراء، لقاءات الخبراء، في حاجة عندنا في الموقع اسمها اسأل مجرب. اسأل مجرب هذه استقطبنا فيها ما يقارب 120 شاب وفتاة درسوا التخصص وبيشتغلوا فيه، فريشمنت يعني دوبهم، ناس دوبها جربت الدراسة ودوبها جربت التخصص، بحيث أنها تقدر تجاوب مباشرة على أسئلة المشاركين. يكتب سؤال عندنا في الموقع، بتجيله الإجابة مباشرة على السؤال. حلو، ممتاز. الآن المشروع له منطلق تقريبا شهر من استضافتنا الماضية. أستاذة نهى، حنكمل معاك إن شاء الله، بس نسمحي لي نطلع فاصل لأذان الظهر ونعود. مستمعين الكرام، مستمر حوارنا مع الأستاذة نهى اليوسف وعن إنجازات موقعهم، وأيضا ستعلن عن إيفنت تقام إن شاء الله يوم الاثنين. ابقوا معنا بعد صلاة الظهر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع برنامجكم الأسبوعي توظيف، ومع ضيفتي لليوم الأستاذة نهى اليوسف. أهلا بك أستاذة نهى مرة أخرى. أهلا بكم. قبل الفاصل كنا بنتكلم مستمعين الكرام عن الأستاذة نهى اليوسف وعن انطلاقة برنامجهم CYM الذي يساعد الشباب والفتيات في تحديد التخصص المناسب لهم، سواء قبل أنه يدخل الجامعة أو حتى المستقبل الوظيفي المناسب له والتخصصات اللي ممكن يختارها. قالت لنا الأستاذة نهى اليوسف فكرة البرنامج أنه أنت تدخل على الموقع تعمل اختبار، الاختبار هذا يعطيك نتائج إيش التخصصات المناسبة لك وإيش الوظائف المناسبة لك. وكمان أضافوا في هذا الموقع شخصيات بارزة في المجتمع في تخصصات معينة، يمكن أنك تسألهم ويجاوبوا على أسئلتك واستفساراتك في مجالهم وفي تخصصهم. وكمان مسجلين زي ما فهمت من أستاذة نهى، هو زي فيديو يجيب على أسئلة الأكثر سؤالا أو الأكثر تداولا في هذا المجال. أستاذة نهى، زي ما ذكرتي قبل الفاصل، المشروع له منطلق قرابة الشهر. الفيدباك أو المردود من الناس على هذا المشروع، مدى الإقبال عليه، هل تفهموا الفكرة، هل الناس استوعبت أنه فعلا ولا ما استوعبته؟ طيب، احنا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، يعني بعد توفيق الله ثم دعم جهات كثيرة لانطلاقة هذا المشروع، ومنها حابة أشكر إذاعة ألف ألف إف إم، كانت من أبرز الجهات اللي ساعدتنا ودعمتنا في انتشار الموضوع. طبعا هنا عندنا انطلق المشروع من قبل شهر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لمسنا ثلاث أمور رئيسية. رقم واحد، في شباب كثير وفتيات داخل المجتمع ما كانوا يعرفوا أنه في موضوع أني أنا أقدر أحدد تخصصي، عشان كذا أقول لك الناس استوعبت لأنه مرة فكرة جديدة. فكانت في كثير أسئلة كانت بتورد لنا، تقريبا ما يقارب في اليوم الواحد أكثر من تقريبا 1000 سؤال من الشباب والفتيات، بحيث أنه هل فعلا في برنامج بالشكل ده، أنا أول مرة أسمع عن يعني مبادرة بالشكل ده. أنا دائما أنا في بالي أني حتخرج من الثانوية أروح للجامعة دوني لست أكتب فيه الأسماء وأمشي، إيش أسماء التخصصات يعني اللي ممكن أدخلها. فكان في الحمد لله أول حاجة إحنا أثرنا موضوع الوعي بأهمية تحديد التخصص في فترة مبكرة، قبل ما أني أدرس الجامعة، قبل ما أني أتخرج لازم أكون عارفة أنا إيش مجالي وإيش تخصصي الرئيسي ممكن أدرس فيه. فهذا الحمد لله لمسنا فيها تجاوب كبير جدا من فئات شباب والبنات. الحاجة الثانية، إحنا أطلقنا برضو، كنا الموقع بشكل رسمي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وأنا حابة أتوجه لهم بالشكر برضو لدعمهم ومساعدتهم. يعني أطلقناها كنا كلقاء بوبليك مفتوح، استضفنا فيه مجموعة من الشخصيات بحيث أنه إحنا ندرس مدى حاجة الطلبة خاصة في مرحلة الثانوية العامة لبرامج بالشكل ده. فالحمد لله كان عدد الحضور يعني فوق المتوقع، كان تقريبا 1000 من الشباب والفتيات من خريجي الثانوية العامة أو اللي على وجه تخرج كانوا من الحضور. لمسنا اهتماما بالموضوع، كانت في زي معرض مصاحب لهذا الانطلاقة، بحيث أنه يكون سؤال مباشر للطلبة الموجودين أنه كم درجة احتياجك، هل خضعت لبرامج، هل فلقينا أنه نسبة كبيرة جدا كانت ما عندها الوعي بأهمية هذا الموضوع. فالحمد لله احنا قدرنا نحقق موضوع الوعي، هذا رقم واحد. اثنين، ما شاء الله تبارك الله، لقينا أنه في شخصيات بارزة داخل المجتمع برضها، من دكاترة من جهات مختلفة، تواصلت معنا جامعات، يعني بدأت تسأل عن الموضوع ده والسنة التحضيرية، يعني كيف ممكن أنه طلاب السنة التحضيرية يستفيدوا من برنامج تحديد التخصص وهم في صدد البحث عن برامج مشابهة لده الشيء. فالحمد لله احنا لمسنا برضو يعني اهتمام من التعليم العالي بهذا الموضوع. الشيء الثالث، برضو وزارة العمل كانت مهتمة جدا بالنتائج اللي احنا طلعناها والاستبيانات
اللي توزعت على الحضور في لقاء التخصصات اللي تعمل في إطلاق الموقع، فهذه كانت مبادرة جدا. بلغ الحمد لله إلى اليوم عدد اللي يعني زاروا الموقع عندنا أكثر من 47,000 تقريبا. كانت النسب تتفاوت ما بين يعني تقريبا احنا لمسنا مو بس من داخل السعودية، من خارج السعودية كانت تقريبا نسبة 80% من 47,000 عفوا كانت من داخل السعودية. بعد كده جت دول تانية زي مصر، الامارات، الكويت. فشعرنا انه الموضوع هو احتياج على مستوى دول الخليج الان، ما هي مشكلة محلية. صحيح، فما هي مشكلة محلية. فالحمد لله يعني حتى الناس اللي دخلت وعملت الاختبار وخضعت للبرنامج كامل، كنا بناخد الفيدباك منهم وبنتابع معاهم من خلال قسم الكاستمر سيرفيس ونشوف ايش ابرز الاشياء اللي استفادوا منها. يعني الحمد لله جمعنا المقولات كلها وان شاء الله قريب حنطلقها في فيديو من تجارب الناس اللي دخلت في الموقع. الحمد لله الحمد لله يعني كانت نسبة النجاح الى اليوم فوق المتوقع. احنا كنا متوقعين في الاطلاق الاول نوصل الى درجة 80%، الحمد لله اقدر اقول احنا وصلنا فوق 90% من درجة الرضا عند الناس، وهذا الشيء يعني فخورين فيه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، ان شاء الله دائما وابدا وللاكثر. استاذ نهى، كنت حابة أسألك، هل جربتوا أنكم تتواصلوا مع جامعات بحيث أنه يكون ضمن اختبارات القبول والتسجيل، يعني زي جامعة الملك عبد العزيز، زي كلية الإدارة والاقتصاد، أو أي من جامعات سواء خاصة أو حكومية؟ طبعا هي كانت في يعني خلينا نتكلم بشكل مباشر، يمكن قبل ما تنطلق ينطلق المشروع على أرض الواقع كان الكثير يعني شافوا أنه إيش وجه الفائدة، لسه كان مشروع على ورق فكيف ممكن نستفيد منه. الحمد لله بعد موضوع الإطلاق في جامعات هي بادرت وتواصلت بنفسها. يعني أنا حقيقة أشكر جامعة طيبة في المدينة وعلى الأخص الدكتور محمد غنيم ومدير الجامعة الدكتور عدنان مزروع، كانوا من أوائل الناس اللي اتصلت وبادرت. واليوم إحنا عندنا برزنتيشن عندهم بيقدموه الأخوان عندنا هناك في المدينة عن الموقع، إن شاء الله بإذن الله تعالى حيكون لنا معاهم إن شاء الله صدد. تواصلت معنا جامعة الملك عبد العزيز بعد يعني محاولات كثيرة كانت معاهم. الدكتورة عبلة بخاري يعني تواصلت معنا وكانت مهتمة جدا بالموضوع، برضو أشكرها لاهتمامها. في جامعات طبعا الجامعات الخاصة كانت من الجهات برضو اللي بادرت معنا في هذا الموضوع ودعمتنا، منها كلية دار الحكمة، عندنا مجلس طالبات كلية عفت، مجموعة كبيرة من الجامعات حقيقة، والطالبات والطلبة اللي داخل الجامعة اللي بدأوا يرفعوا احتياجهم هذا للبرامج هذه للجامعات. والتعليم العالي ايش وضعه معكم؟ في امل؟ التعليم العالي حقيقة دعمونا في المؤتمر العلمي اللي صار في مكة في جامعة أم القرى، يعني تقريبا توجه بالشكر للدكتورة آمال فطاني، ساعدتنا وبادرت أنها هي تعرف إيش أبعاد المشروع، لكن إن شاء الله بإذن الله لنا معهم بإذن الله. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح معهم. مستمعينا الكرام، فاصل، ابقوا معنا. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع برنامجكم الأسبوعي توظيف، ومعي أنا ليلي البركاتي. ضيفتي لليوم الأستاذة نهى اليوسف، أحييك أستاذة نهى مرة أخرى. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك في بيتك. الله يسلمكم. الله يخليك أستاذة نهى. قبل الفاصل تكلمنا عن انطلاقة مشروع CYM وعن إنجازاتكم، وعن الحمد لله أنه العائد بعد انطلاقة المشروع من الناس ومن المشاركين ومن العالم اللي دخلت على الموقع كان الحمد لله مرضي للجميع. تواصلت كما ذكرتي بعض الجامعات معكم، وتواصلت مع بعض الجامعات، وكنت سألتك قبل الفاصل التعليم العالي إيش أخباره معكم، وقلت إن شاء الله فيه حقيقة كان في اهتمام، في اهتمام عالي من التعليم العالي. وزي ما ذكرت يعني دعمونا وساعدونا كثير في المؤتمر العلمي اللي صار في مكة في جامعة أم القرى، هم اللي وفرون الفاسيلتيز أدوات العرض، كان عندهم موضوع المبتعثات والمبتعثين، أخلوا المبتعثين والمبتعثات اللي جايين حاضرين للمعرض إنهم توجهوا لنا بحيث إنهم يعرفوا كيف ممكن يختاروا التخصصات الأنسب لهم. نظرت إلى الآن يعني إحنا ما زلنا في تواصل مع التعليم العالي، ويعني خاصة الدكتورة أمال فطاني أنا حابة أشكرها بشكل رئيسي، لأنها
شعرت بمدى المعاناة اللي بيعانوها الطلبة والطالبات في السنة التحضيرية في الجامعات، وحقيقة دعمتنا بكل الوسائل اللي المتاحة عندها، استفدنا من آراء عندها، خبرات موجودة عندها، دعمتنا في هذا الجانب كثير جدا، وما زالت يعني ما زالت على تواصل معنا وعلى حرص لنجاح المشروع لسببين رئيسية كما ذكرت. قالت رقم واحد هذا مشروع وطني وبيخدم الوطن، وإحنا حريصين بما أنه جميع القائمين عليه من الشباب والشابات السعوديين أنه إحنا نعطيه وضعه، لأنه موجه من الشباب السعودي إلى الشباب السعودي، وبيلامس احتياجات الطرفين، وجاء بعد دراسات كبيرة ومرحلة بحث أخذت وضعها ووقتها، حتوفر علينا الوقت والجهد والمال والموارد البشرية مستقبلا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق فعلا أستاذة نهى. إن شاء الله أستاذة نهى، كنت حابة أسألك سؤال. نهى اليوسف عشان تشوف CYM في قمته، إيش ينقصها وإيش تحتاج؟ CYM عشان يقدر يحقق نجاحه بشكل كامل أحتاج شيء مهم جدا، أحتاج من وزارة العمل إذا تمكنت من عمل دراسات على الجرين جوبز خلال 20 سنة القادمة، إيش الوظائف اللي حتكون متوفرة داخل المملكة، إيش الوظائف اللي لا يعني ما حيكون عليها إقبال أو حيكون فيها تكدس. يعني هذه الدراسة تحتاج يعني فعلا تحتاج بجت عالية جدا، تحتاج تحرك يعني من جهات كبيرة جدا أنها تبدأ تشوف هذا الموضوع، يحتاج تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية ويحتاج التأمينات الاجتماعية، يحتاج تنسيق بين أكثر من قطاع حكومي عشان يقدر أنه نقدر نوصل لهذه الدراسة. تحتاج داتا، نحتاج داتا بمعلومات. يعني مثلا عندنا زي لندن، لندن السنة هذه 2013 في شهر فبراير أعلنوا أنه إيش الجرين جوبز أو الوظائف اللي عليها إقبال حتكون خلال 5 سنوات الجاية، 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة. في وظائف حتكون عليها متطلب بعد 5 سنوات ما حيكون عليها طلب بعد 10 سنوات. هذه حتساعدني في اختيار تخصص الجامعي. أيوة حتساعدني بشكل كبير بحيث أنه ما يصير عندي بطالة مقننة داخل الوظائف. يعني حتى أنا ممكن نرشد، بس نحتاج يعني لو قدرنا نوصل لهذه، بالإضافة لأنه الموقع بيوفرش أنا قدراتي سماتي مهاراتي، لو توفرت معي الجرين جوبز هذه من وزارة العمل حتسهل جدا للشباب الجيل القادم بإذن الله. استضفت في حلقة سابقة الدكتور فايز جمال وبالضبط ذكر نفس النقطة اللي ذكرتيها حضرتك، قال عشان نحل هذه المشكلة من جذورها إحنا محتاجين بنية من المعلومات فعلا صادقة وواضحة، إيش الوظائف اللي يشغلها أجانب وإيش الوظائف اللي الآن حيكون في منها أو عدد العاطلين عن العمل من تخصصات معينة حتى نوقف عليها القبول في الجامعات أصلا، وإيش الوظائف اللي شاغلينها أجانب وفعلا أنا ما عندي هذا التخصص وما بخرج منه عشان أرجع وأفتح من هذا التخصصات، وكل هذه تحتاج إلى شغل زي ما ذكرتي حضرتك وذكر الدكتور فايز جمال في حلقة سابقة، تحتاج شغل وتحتاج ميزانية، وإحنا متأكدين إنه مو شيء يخلص بيوم وليلة بس يحتاج نبدأ فيه، يحتاج نبدأ فيه. وزي ما أكد يعني يحتاج دعم من قطاعات حكومية أبرزها وزارة العمل. إحنا حاولنا في الموقع نعمل دراسات بشكل يعني منفصل حقيقة اللي إحنا قدرنا نوصل له إلى 6 سنوات القادمة، أكثر من 6 سنوات القادمة نحتاج نعرف إيش الخطة التنموية اللي إحنا ماشيين فيها في البلد بشكل مفصل وبدراسة مفصلة. هذه يحتاج فيها تعاون. يعني هذا يعني أنا من هذا المكان بوجه لمعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، يعني لو نقدر إنه إحنا نتعاون أو تقدر يعني نقدر إنه إحنا نفتح المجال لأبحاث ودراسات تشمل 20 سنة القادمة بتحديد تفصيلي لكل مرحلة خمسية، إيش الوظائف اللي عليها إقبال، إيش التخصصات اللي حتكون يعني مشبعة، نقدر كده نقدر نحط خطوط عريضة لمستقبل وظيفي متميز للشباب والشابات السعوديات بإذن الله تعالى. طبعا إحنا عندنا في الموقع حاولنا إنه زي ما قلت لك الخبراء بيدونا إلى 6 سنوات من أبرز التخصصات مثلا زي العلوم الطبية، الخبير اللي احنا جايبينه بيقول لا تدخلوا هذا التخصص، حتتقفل 3 كليات خلال 5 سنوات الجاية في هذا التخصص، وفي تشبع كامل في السوق منه يعني مخصوص عشان يجي يقول لهم هذه المعلومة، فأنت حاول أنك تدخل شيء بديل له وبيعطيهم البدائل فيها، فإحنا نحتاج أشياء بالشكل ده. طيب أستاذة نهى، أنا إحنا يمكن أخليني أعيد نقطة كنا ذكرناها، أنه يا ريت وزارة العمل كانت وضعت يدها بيد
التربية والتعليم أو التعليم العالي قبل أن تضع يدها بيد وزارة الداخلية لقص الإقامات. يمكن هذا من باب أدعى وأولى، يمكن هذا بتحل لي مشكلة الآن وقتية وبتوظف الشباب يخلينا نقول سعودوا سوق الخضار وسعودوا سوق الذهب. يعني هذه الوظائف اللي اشتهيت لنا إياها أنه تحطهم بالأخير، مع كل الاحترام والتقدير لكل الوظائف والشغل مو عيب وكذا، لا، لكن لما أنت تخططيها زي ما ذكرتي 10 و15 سنة أنت بتحل المشكلة من جذورها. يمكن أول شيء وأول نقطة إحنا نشوفها واضحة وإنه فيها خلل التنسيق بين وزارة العمل والتربية والتعليم أو التعليم العالي، إيش التخصصات اللي أنا الآن عاطلين فيها الشباب بالآلاف عشان لا أحد أقبل فيها جامعة في الجامعة، وإيش الوظائف اللي فعلا ما عندي إياها ولا بتخرج منها الجامعات عشان أفتح هذه التخصصات. طبعا هذه مشكلة واردة وعلى فكرة يعني بتعاني منها دول تانية برضو غير السعودية، بس يعني اللي نتطلع إن شاء الله بإذن الله تعالى للمستقبل في بوادر خير. إلى الآن إحنا بادئين نشوف إنه في بوادر خير، خاصة يعني المبادرات والاجتهادات اللي بتقدمها وزارة التعليم العالي اليوم. أنا أشوف إنه ما شاء الله تبارك الله يعني قدمت مجهود جبار. وزارة العمل عندها منظومة مشاكل يعني مفروض إنها تنحل، بس في نفس الوقت تحتاج أنها تفتح أبواب جديدة. يعني وبعدين ما أحملهم المسؤولية لحالهم. بالأخير وزارة العمل هي أخذت وتلقت من المخرجات التعليم. يعني هذا اللي موجود قدامها، عندها وظائف شاغرة يشغلوها أجانب، هي ما عندها من التعليم خريجين عليها عشان تشغلها بالسعوديين، وبنفس الوقت عندها عدد لا متناهي من العاطلين عن العمل من تخصصات ليس لها لديها وظائف لهم. في كمان نقطة مهمة أتوقع أنه مفروض يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى وهي ساعي فيها وزير التربية والتعليم، يعني التعليم العالي هو متلقي من التعليم التربية والتعليم اللي هي الثانوية العامة، فتوقع إنه لو سار مسار يعني من مرحلة الثانوية العامة، يعني 3 سنوات هذه اللي بيقضيها الطالب أو الطالبة في مرحلة الثانوية العامة هي مرحلة مهمة جدا، فلو تبنى برامج، وأنا بدأت أسمع إنه في بدأ برامج توعية مهنية ومسار مهني في المرحلة الثانوية، يمكن بدأت عند الشباب أكثر من البنات، فهذه نحتاج إنه إحنا نبدأ نشتغل عليها إن شاء الله. يعني ولو توجهت الوزارة بالشكل ده حيصير فيه تكامل لكل الأدوار بإذن الله تعالى. وإحنا دائما نقول للشباب والبنات يعني لا تستنى الوزارة تروح تعمل لك وتنتج لك وتنجز لك، لا تستنى أحد يعطيك الملعقة في فمك ويأكلك إياها، أنت شوية اجتهد وحاول وابحث. موقع زي موقع CYM ممكن يكون قايد لك ومساعد لك. كمان الأعمال التطوعية دائما هي إثراء وهي إضافة لأي شخص، أي عمل تدخل فيه حتى لو ما كان فيه مردود مادي عمرك ما تطلع منه صفر. صحيح، لازم حتستفيد خبرة، لازم حتستفيد احتكاك في العالم وفي المجتمع. التعليم عمره ما يطلع جاهز لسوق العمل، هذه إحنا لازم نسلم فيها ونعرف فيها ونشمر شوي ونساعد نفسنا. صحيح. مستمعينا الكرام، لقائي مع الأستاذة نهى اليوسف مستمر بعد الفاصل، ابقوا معنا. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع برنامجكم الأسبوعي توظيف، ومعي أنا ليلى البركاتي وضيفتي لليوم الأستاذة نهى اليوسف. أهلا بك أستاذة نهى. أهلا بكم مرة ثانية. قبل الفاصل تكلمنا عن CYM وتكلمنا عن البرنامج وعن انطلاقته، حابة الآن أستاذة نهى نعطي المستمعين الكرام فكرة عن يوم الاثنين إيش اللي حيصير مع باب رزق الجميل. طبعا إن شاء الله بإذن الله تعالى الاثنين القادم اللي هو بعد بكرة إن شاء الله، مرتبة باب رزق جميل في لقاءات من خبرتي، لقاء باسم مشروعك من الرضا إلى التميز، حكون إن شاء الله بإذن الله تعالى المتحدث الرسمية في هذا اللقاء، حكون من 7:00 إلى 9:00 مساء في باب رزق جميل بجدة، طريقة التحلية. طبعا إن شاء الله بإذن الله تعالى في هذا اللقاء حسلط الضوء على كيفية نقل المشروع من درجة الرضا الشخصي لصاحب المشروع إلى درجة التميز في عين الجمهور والمجتمع. طبعا هي أسرار، تركات، تجارب بيمر فيها كل صاحب بزنس بدأ صغير وكيف ممكن يبدأ يكبره. طبعا أنا أشكر باب رزق جميل اللقاءات الجميلة بيعملها، استفادوا كثير من الشباب والفتيات فيها، ومن هنا بوجه الدعوة لجميع من حابب إنه هو يفتح مشروع
أو أنه هو يستفيد من تجارب في مستقبلية في مجال المشاريع، أو أنه عنده مشروع وحابب أنه هو يستفيد من تجارب رئيسية في كيفية نقل المشروع إلى درجة التميز، وهي تحتاج إلى 5 استراتيجيات رئيسية هتكلم عنها بإذن الله تعالى، كيف تصل إلى درجة التميز على الصعيد الشخصي في العمل، كيف تصل إلى درجة التميز على مستوى فريق العمل، كيف تصل إلى درجة التميز فيه على مستوى العميل والمتلقي، كيف تبدأ تشتغل على مستوى اللي هو البزنس بي تو بي أو بزنس بي تو سي إن شاء الله بإذن الله تعالى. حيكون لقائي معاكم بإذن الله تعالى ومع الجمهور إن شاء الله الاثنين القادم، وهذه دعوة بوجهها للجميع للحضور، لقاء خاص بالفتيات والسيدات إن شاء الله بإذن الله تعالى الاثنين القادم. كيف كيفية المشاركة أو التسجيل لهذا الحضور؟ هل هو مفتوح للجميع؟ هل هو له دعوات؟ لا، هو مفتوح للجميع، بإمكان الجميع الحضور للقاء، لكن يفضل الدخول على أكاونت باب رزق جميل في تويتر والتسجيل في استمارة التسجيل الموجودة عندهم. إذا لم يتمكنوا ممكن إنهم هم يحضروا يوم اللقاء بإذن الله تعالى في نفس مبنى باب رزق جميل. أيوة إن شاء الله. طيب أستاذة نهى، إحنا نعرف إنه ما في بلد في العالم كل الشعب فيها موظف، سواء وظائف حكومية أو بالأحصح إحنا عندنا إقبال على الوظائف الحكومية بشكل كبير، وهذا غير ممكن ولا وقد يكون مستحيل. صحيح. أن يكون كل الشعب في أي بلد من العالم هو موظف حكومي. يمكن زي من خبرتي أو زي الإيفنت اللي مقامة يوم الاثنين هي تساعد في نجاح الأعمال الخاصة أو المشاريع الشخصية الخاصة اللي تساعد بأنها تخلق فرص وظيفية في المستقبل. صحيح. وفشلها كذلك يؤثر سلبيا على اقتصاد، ويؤثر سلبيا على سوق العمل، ويؤثر سلبيا على ما يمكن إنجازه في المستقبل. خلينا نقول من واقع خبرة الأستاذة نهى اليوسف في عالم الأعمال الصغيرة، وهذه ما هو عدو المبتدئ في عالم سوق الأعمال؟ طبعا احنا في إثراء عندنا قسم تاني يعنى بموضوع المشاريع ورواد الأعمال. إلى الآن يعني خرجنا أكثر من 26 مشروع خلال سنتين، عبارة عن شركات بدأت تشتغل على أرض الواقع، وأشرفنا عليها من ما كانت ورق، يعني فكرة على ورق، إلى أن صارت واقع. من خلال التجربة اللي لمسناها في هذه المشاريع ومن تجربتنا الشخصية، في 3 أمور تقتل أي مشروع خاصة في بداياته. رقم 1، الخلط بين الذمة المالية الشخصية والخلط ما بين الذمة المالية للمشروع. في كثير من المبتدئين في البزنس، بما أنه هو مؤسستي أو شيء تابع لي، فأنا الموضوع المالية هذه مخلوط عندي فما هم مقنن، هذه واحدة. 2، الشيء الرئيسي اللي موجود عندهم اللي هو الصرف على الأمور التكميلية زي الأثاث اللي في المكتب أو الفولدرز أو الليتر هيد أو الأشياء هذه، بنلاحظ كثير بيصرفوا عليها وهي ما هي مجال صرف رئيس. ثالثا عدم وجود بزنس بلان، خطة للمشروع واضحة للخمس تطلع السنوات. الفكرة وببدأ فيها أتحمس لها وما أدرسها وبأمشي فيها مباشرة، بستعين بقرض أو بستعين بمبالغ من داخل الأسرة وببدأ فيها، وبعدين what's the next. اللي يغلف الثلاثة هذه بشكل رئيسي عدم وجود خبرة لي في نفس المجال اللي أنا بأفتح فيه المشروع. يعني لا عمري اشتغلت فيه ولا عمري رحت سألت إيش اللي بيصير فيه، وأبغى أشتغل في ذا المشروع وبدي أنجح. فهذه واحدة، يعني هذه 4 المشاكل الرئيسية اللي بتواجه أصحاب المشاريع الصغيرة. مستمعين الكرام، عشان تعرفوا الباقي وباقي التركات من الأستاذة نهى اليوسف، احضروا يوم الاثنين في باب رزق جميل من الساعة 7 للساعة 9 مساء، وحتعطيكم الأستاذة نهى اليوسف واقع خبرتها إن شاء الله وعصارة خبرتها، وتستفيدوا منها إن شاء الله، لأنه فعلا نحن نتمنى نجاح كل المشاريع الصغيرة لأنها تفتح سوق عمل، تفتح مجال في الاقتصاد، ونحن نحتاجكم ونحتاج نجاحكم. موفقين جميعا، وعلى رأس الجميع نتمنى كل التوفيق للأستاذة نهى اليوسف ولي مجموعة إثراء. الله يسلمك، أنا سعيدة جدا بكم وشاكرة لكم استضافتكم. شاكرين نحن لك وجودك وحضورك أستاذة نهى، ودائما نتمنى لك التوفيق. مستمعين الكرام، ما كنت معكم ليلي البركاتي وبرنامجكم توظيف، حتى ألقاكم الأسبوع القادم، ابقوا في رعاية الله.